السلام عليكم، أسعد الله يومكم بالنور والسرور. هذا طبعا 2003 الميركوري، البطاقة الجمركية، موتر جديد حرفيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ليش؟ لأنه ما تسجل قبل كذا باسم أحد. الموتر بطاقة جمركية من الوكالة، أصلي، كل شيء فيه أصلي 100%، لدرجة حتى الكفرات الأصلية باقي عليها خطوطها من 2003. في أكثر من 300 صورة مفصلة للموتر في فيديوهات يعني دقائق طويلة، فهذا فيديو ما راح يكون طويل، راح يكون جدا مختصر. راح يتم إن شاء الله بيعه. طبعا أعلى سومة وصلت 40,000 دولار أمريكي. اللي عنده سومة أعلى من 40 يتواصل معنا، أقل من كذا ما حيكون فيه مجال أبد. طبعا الموتر، مفاتيح الوكالة، كتالوجات الوكالة، بطاقة الجمركية، ورقة الشراء الأصلية، كلها موجودة. أكياس الوكالة الأصلية والممشى زي ما نشوف بالكيلو 213 كيلو، 231 كيلو. طبعا العداد بالكيلو.